لا لا، قبل ما هو احنا هنعدي على الكلام ده ونسكت ليه؟ ارجع من فضلك تاني. هو احنا بنقول الكلام ده لحضراتكم ليه جميعا؟ اذا كنا احنا بنتكلم على كهرباء اشارات فقط ورفع كفاءة خطوط، غير ان احنا نشتري جرارات وعربيات للخط، هو دخل السكة الحديد كام في السنة؟ احنا حضرتك دخل السكة الحديد زي ما حضرتك يعني حاجتين، قطاع مسافات طويلة وقطاع كام يا فندم دخلك بغض؟ انا بشغل بكذا، تشغيلي بيكلفني كذا، ومواردي كذا. قول لو سمحت. هو فرق فظيع يا فندم. لا من فضلك. لا لازم نقول للناس. حوالي 4 مليار او 5 مليار والايرادات لا تتجاوز 2 مليار. انا بقول الكلام ده لينا ليه؟ كلام دايما كلام انا هيبقى هتلاقوه دايما مش مريح كده، بس دي الحقيقه، ودي اللي خلتنا دايما مستوانا كده، ان الحقائق ما بنواجههاش كما ينبغي. تقول لي انا هصرف 10 مليار عشان اكهرب واعمل ميكنه، ال 10 مليار دول لو انا حطيتهم في البنك هيجي لو خدت عليهم فايده 10% يعني مليار جنيه، ولو بالوضع الجديد اللي موجود دلوقتي بسعر الفايده يبقى 2 مليار جنيه. لما مرفق عايز له اكتر من 100 مليار جنيه لرفع كفاءته وشبكات، ده هو بيتكلم على الصعيد فقط، الصعيد وبقيه وجه بحري وتجررات وال، طب الكلام ده احنا هنسده منين؟ هندفع اللي هو اللي احنا جايبينه قرض من كوريا وقرض من فرنسا وقرض من هنا ومن هنا، هندفعه منين؟ الدولة ما تقدرش تدفعه. وانا عايز اقول لكم ان كان ودي كانت مشكلة، انا هتكلم على الوقت اللي انا فيه بس، ان كل واحد فينا بيتكلم ما بيقولش الحاجة دي بتتكلف كام وهتجيب وهنجيبها منين، ونسيب الناس تتفرج علينا، ولما نيجي نقول له انا هزود عليك التذكرة جنيه يقول لك انا غلبان مش قادر. صحيح، وانا كمان غلبان مش قادر، يقول لك انا مش قادر. طب ما انا كمان غلبان مش قادر، اعمل لك سكه حديد امنه ونبني بلدنا ونطلع قدام، ولا هنفضل في مكاننا كده خايفين من بعض؟ عايزين البلد تصلح وتطلع تبقى دوله ومواطنيها يحسوا بان احنا بنعمل تنميه حقيقيه وبنهتم بيه بجد، ولا هنفضل ما احنا ممكن نسيب الكلام ده كله وكل شويه يبقى في حادثه وناس تموت وخدمه تبقى مش مظبوطه؟ انتوا عايزين اني واحده فيهم؟ احنا عايزين اني واحده فيهم؟ انا بجري على ده واقول واشرح، وبشرح كتير ليه؟ عشان نبقى كلنا عارفين الحكايه ايه. حكايتنا اهي من والله العظيم انا صادق معاكم في كل كلمه بقولها، ودماغي مع زمايلي في كل حاجه من اللي بتتعمل ديت، ده مش جديد عليا، انما الجديد اللي انا بقوله لزمايلي من فضلكم قولوا للناس، اشرحوا للناس واربطوا الموضوع ببعضه. لما تيجي حضرتك تقول انا هعمل وهعمل وهعمل، طب ده كويس، ها منين بقى؟ لازم اقول لك منين، ولازم اقول لك تعالى معايا. مفيش حد النهارده من غير ما حد يعني يتألم من كلامي، مفيش خدمات في العالم بالتكلفة اللي احنا بنعملها دي، مفيش خدمات ومفيش أسعار في العالم بالتكلفة دي. هنبتدي بقى الدايرة تتقفل علينا، نعمل الخدمة ولا ناخد تمنها، ولا ما نعملش ونسيبها وتفضل تنهار مرافق الدولة مرفق ورا مرفق ورا مرفق. لا، احنا لازم نقول ونشرح. الميكنه والكهرباء اللي بتتعمل في الخطوط ورفع كفاءه الشبكه الهدف منها امان وتنميه، عشان اقدر النهارده اتحرك مظبوط على الشبكه ديت لازم اعمل الشغل ده. احنا لسه كنا بنتكلم في مكانتين يجيبهم يرفع معدلات احلال الخطوط او انشاء خطوط جديده لضعف الكميه الموجوده في
فبيقول لي قلت له المكنه بكام ساعتها؟ قلت له ما تجيبوا مكنتين منهم. قال لي جيب مكنه. قلت له ما تجيب مكنتين خلينا نخلص من الموضوع. احنا بنجيب ليه؟ ارجو ان انا وانا بكلم الكلام ده لكل المصريين يعرفوا ان بناء الامم وبناء الدول اللي تاخد مكانها على الارض ليس بالامر اليسير. ليس بالامر اليسير، في جهد وفي معاناه وفي حرمان عشان يتعمل. غير كده يبقى انا هضحك عليكم، يبقى انا يمكن يكون في حد تاني يقدر يعمل حاجه تانيه بشكل تاني، لكن هو ده الحقيقه. الحقيقه كده في الطرق والسكه الحديد والمواني والمطارات والزراعه والصناعه والتعليم والصحه. عايزين نبني بلدنا وتبقى بلد حقيقيه ولا لازم هنتحمل؟ لازم هنتحمل، لان احنا لن نقبل ان احنا يبقى مستوانا كده ولا ادائنا يبقى كده. لازم ننهض ببلدنا ونقوم بيها، وبفضل الله سبحانه وتعالى هنقوم بيها. شكراً.